فين ماشي يا موشي. فيلم تنتج في 2007 واستغرق 3 سنين من إعداد وتصوير وغيرها للمخرج المغربي حسن بن جلول. حقق الفيلم نجاح كبير في فرنسا. معكم أحمد راشد وهذا ماشي موضوعنا. الفيلم تهضر على هجرة اليهود المغاربة لإسرائيل أو ما يسمى بالهجرة الكبرى اللي بدأت في الأربعينيات من القرن الماضي بتخطيط من المنظمات الصهيونية تمهيدا لقيام دولة إسرائيل في 1948. فين ماشي يا موشي تحكي بالضبط على هجرة اليهود المغاربة في 1963 بعد استقلال المغرب من المستعمر الفرنسي. تصور الفيلم أعداد كبيرة من اليهود تغادروا مدينة بجعة المتواجدة بجبال الأطلس بالليل باش ما يشوفهم حتى شي حد، كيف ما تيبين نشاط مصرية من أجناس مختلفة. الفيلم بدأ بمشهد ديال صلاة الاستسقاء اللي حضروها مسلمين ويهود رغم أنهم يهجروا لغد ليه، لكن ماشي كلهم بغاو يهجروا لأنه كاين اللي ما قدوش بحال شلومو صاحب محل لإصلاح الساعات أخونا عنده مع الموسيقى. شلومو تيحاول يقاوم رغبة الرحيل لإسرائيل لانه تيعتبر راسه مغربي قح ابا عن جد، لكن الحاخام تيحاول يقنعه انه اسرائيل هي ارض الميعاد ومرتو وقت ما دخلت تبدا عليه بالنقير حتى تطلع عليه الدم للراس باش يمشيو، وداكشي باش ديما شلومو تيبقى سهران في البار حتى يصبح الصباح. البار ديال واحد المسيحي لكن مصطفى هو اللي مقابله، ومن بعد ما مات هذا النصراني هذا مصطفى شرى من الورثه، لكنه سمع ان المجلس البلدي بغى يسدو ليه هو يجيب ليهم القانون اللي تيقول مادام كاين غير المسلمين في المدينه فالبار من حقه يكون. وهادشي علاش مصطفى واللي معاه تيحاولوا ما امكن مع شلومو باش يبقى البار محلول. لكن في اخر الاسبوع الفوج الاخير من اليهود اخوي بجاد ركبوا الكار بالليل ومن بينهم شلومو اللي باع الحانوت ديالو مقابل مبلغ كبير عطاه ليه الحاج غير باش يخوي وما يبقى حتى شي سبب باش يبقى البار محلول. شلومو قبل ما يدي ماركه ما قدش يهاجر وهبط باش يبقى مع صحابو المسلمين، اما مرتو وبنتو فمشاو لكازا وسدوا عليهم تما في ظروف غير انسانيه، ومن بعد منها داو من السبته. وهنا المخرج لعب ذكي وبين انه المغرب ساهم في تسهيل هجره اليهود. شلومو كانوا ديما صحابو تيقراو ليه الرسائل ديال بنتو راحيل اللي تتقول انها بخير واستقبلوهم مزيان، لكن في الواقع اليهود المغاربه تما ما لقاوش الخدمه وبداو تيطلبوا باش يرجعوا لبلادهم المغرب. واحد النهار شلومو وصلته رساله من راحيل لكن صحابو خافوا يقراوها ليه ويخوي بالجعد ويتسد البار، لذلك نقزوا الفقره اللي تتقول فيها رحيل انها تزوجات ومشات تستقر في باريس وتطلب منه باش يمشي عند الحاخام في كازا يعطيه الاوراق والباسبور باش يلحق عليها، لكن ولد مصطفى فضحهم وقال ليه الحقيقه. شلومو تقلق مسكين بزاف لكن واخا هكاك مشى عند صحابو في البار وشكرهم واحد بواحد وبقى سهران معاهم حتى الصباح، والغد ليه زرق برباه وشط طريق لكازا وبقى مصطفى ما عارف ما يدير حيت صافي غادي يسدوا ليه البار لانه ما بقاو غير المسلمين في بجاد. لكن المفاجاه ان شلومو فاش وصل لكازا تلاقى بواحد الجنرال يهودي حمق كان معاهم في بجاد وبشى مع اليهود حتى هو باش يهاجروا، لكنهم رفضوه في كازا ولاحوا الزنقه. وهنا شلومو فكر مزيان وقبل ما يمشي لفرنسا صافت كادو مخير لصحابو اللي في البار، صافتهم الجنرال باش البار ما يتسدش ورا الكل النشاط هو شاط. للإشارة فيلم فين ماشي يا موشي حاصل على جائزتين أحسن صورة وأحسن صوت في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة. قبل ما تمشيو خليو أبوني وديروا بارتاج وتفرجوا في الفيلم، تفرجوا 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 لأنه فعلا تيستحق، فيلم درامي دبصح.